بودكاست نخيل. هو كالعادة هذا مو برنامج وهذا مو صوتي، هذا صوت نخيل. خلي أعرفكم عن أول محامية بالعراق. وللمعلومة وقبل ما أبدي، أسست نقابة المحامين عام 1933 واقتصر الانتماء إلها فقط على الرجال. ليش؟ لأن ما موجودة أي امرأة متخرجة من كلية الحقوق. أمينة علي صائب الرحال برزت كفتاة ثائرة متمردة على العادات والتقاليد، وكانت من وسط محافظ ومجتمع بيه كثير من القيود. كان الواقع مؤلم بصراحة ومرير، لكن مو بمعزل عن وعيها وإدراكها اللي نمتها بالقراءة والأفكار النيرة. طبعا هي ابنة عم الفنان التشكيل خالد الرحال، وتعتبر أمينة هي من فتحت باب التحدي للنساء العراقيات، بحيث صار يقلدنها. ويذكر أنه هي أول امرأة تركت الحجاب وتعلمت قيادة السيارة وحصلت على إجازة السوق عام 1936، وحتى المرور كان يشجعها ويكرمها لأن ما حصلت على أي مخالفة مرورية. منو مثلها ما حصل على أي مخالفة لحد الآن؟ من الطرائف في مقابلة صحفية وياها تقول: من كنت أسوق بسيارتي الفورد الإنجليزية بشوارع بغداد كان البعض ما يصدق، والبعض يندهش من يشوفني أنه أنا سافرة وأسوق، خصوصا الأطفال، فكانوا يصفقون لي بطريقة طريفة لكن ما تخلو من شغب طفولي بريء ما يتحرشون بها. والبعض من رجال المرور يؤدي للتحية لأنه يعتقدون أنه أنا موظفة أجنبية أو بمنصب بالسلك الدبلوماسي. طبعا كانت ذات مركز حزبي وحصلت على عضوية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي. أمينة من مواليد 23 نيسان 1919 من منطقة الدليم، والدها ضابط بالجيش العثماني، أما والدتها فهي تركمانية، وتزوجت من التربوي عون بكر صدقي صاحب مؤلفات كثيرة. سافرت وهي بعد طالبة في دار المعلمات كرئيس لوفد المرأة العراقية لدمشق حتى تحضر لمؤتمر نساء الشرق، وبعدها التحقت بالهيئة الإدارية لرابطة النساء العراقيات، وكانت صاحبة الفضل في تأسيس مكتبة للمطالعة وتشجيع النساء على القراءة وقت الفراغ. يعني ما تحرق وقت ببلاش. انتمائها لنقابة المحامين بعد مرور 10 سنوات من تأسيس النقابة انتمت إلها أمينة الرحال، فكانت أول محامية بالعراق. وبعد ثورة 14 تموز عينت مشرفة تربوية واستمرت بوزارة المعارف إلى إحالتها للتقاعد لأسباب صحية عام 1973. أمينة غادرت الحياة 15 شباط 2002 عن عمر 83 سنة. الرحمة والمغفرة لكل الراحلات.